خلصنا كده بقى حرف الايه، وكان الابزوربشن اتكلمنا فيه عن كل حاجة تخص الابزوربشن بتاع الدواء. خلونا بقى نتكلم عن حرف جديد ورحلة جديدة مع الدواء في الديستريبيوشن وحرف الدي. طب انتوا عارفين يا ترى الدواء بيتوزع في الجسم ازاي؟ اعتقد معظمكم عارف ان هو بينتشر عن طريق الدم، بس هي المعلومة مش صحيحة 100%. هو الدواء بينتشر عن طريق بلازما الدم مش الدم. طب ليه البلازما بالذات؟ يعني ليه ما نقولش الدم؟ ليه بتصحح لنا المعلومة وتقولي مش الدم كله؟ بينتشر في بلازما الدم عشان هي اللي فيها المية، المية اللي موجودة في الدم موجودة جوه البلازما بتاعته. طب قد ايه مية موجود جوه البلازما؟ من 2 ل 3 لتر موجودين جوه البلازما، عشان الدواء بيحب اللي يزق والبلازما هي اللي فيها المية، فالدواء يحب يتزق جوه الجسم عن طريق البلازما. طب والجسم كله فيه كام بقى؟ في كم لتر مية؟ مش احنا عارفين 70% من جسم الانسان مية؟ 42 لتر. طب يا ترى ده هيترتب عليه اي حاجة؟ ايوه، هيبقى عندنا 3 انواع من الادوية: ادوية طماعة، وادوية قنوعة، وادوية بين البنين. نبدأ بمين؟ خلينا نبدأ بالقنوع. القنوع ده بتيجي تاخد الدواء، خدت مثلا حقنة، حباية، ايا كان نوع الدواء اللي هتاخده. الادوية دي اول واحد عايش كده في المية على قده، تيجي تاخد الدواء تقول له ايه انت عايز قد ايه لتر ميه، يقول لك بص انا بحب 2 لتر ميه، 3 لتر ميه كفايه قوي عليا. تقول له خلاص احنا اللي عندنا البلازما فيها 3 لتر ميه، خليك انت راكن في البلازما هنا، مش هنوزعك على كل اجزاء الجسم. يقول لك ماشي، انا عاجبني كده، انا تانيني قاعد هنا ومحترم وابن ناس. طب تعالى شوف التاني بقى، الطماع بقى طبعا. طب الطماع ده هتلاقيه بيجي يقول لك ايه، يقول لك انت جسمك فيه 42 لتر ميه؟ تقول له اه. يقول لك لا ما يلزمنيش الكلام ده، انا عايز 100 لتر ميه. طب اجيبه لك منين؟ يقول لك هو ده اللي عندي. معنى كده ان اللي عايز 100 لتر ميه ده هيتوزع لكل خليه في الجسم، ده هو اصلا يعني عايز ميه وخلايا اكتر من اللي موجوده في الجسم، فده مش هيسيب حته في الجسم مش هيوصل لها. يعني ده اول حاجه بتمتع ان هو عنده لو مولوكيولار ويت، يعني رفيع جدا وصغير جدا، بحيث ان هو هينفذ في كل الخلايا لدرجه ان هو ممكن يوصل البلود برين بارير، يعني يخش جوه المخ اصلا، يعني ده حاجه خطر. مثال عليه الكحول، تمام؟ فالالكحول طماع، بيمشي كل جوه الاجزاء بتاعه الجسم وكل الخلايا بتاعه الجسم بيوصل له، فكده نقدر نقول عليه ان هو مالتي كومبارتمنت، بيخش في الاكسترا سيلر والانترا سيلر وبين الخلايا وفي الانترا سيلر فلويد، مش سايب حته ما راحلهاش. طب القنوع الطيب ابن الناس ده كان بيروح فين؟ بيروح انترا فاسكولر، انا جوه الوعي الدموي ما خرجتش. وعشان كده برضو ممكن تقولوا عليا ان انا هاي مولوكيولار ويت، اصل انا وزني مش مساعدني، فعشان كده بحب ارقد في الميه مش هخرج من هناك. طب تيجي نشوف بقى ابن الناس المحترمين التاني اللي هو بين البنين. احنا عندنا واحد طماع، واحد بين البنين، واحد قنوع. خلينا نشوف بقى ايه بين البنين ده بيعمل ايه. بيقول ايه؟ خير الامور الوسط يا جماعه، انا ولا عايزه انتشر في الجسم كله، ولا عايزه افضل اتنيني قاعد في الميه برضو، ما انا عايزه يبقى لي قيمه كده. فيقول لك انا مثلا عايز 30 لتر ميه، عندك 42 في الجسم؟ اه. يقول لك طب بص قعد لي شويه في البلازما وخرج لي شويه بره الخليه، يعني كده تو كومبارتمنت، تمام؟ حط لي شويه انترافاسكولار واديني شويه انتراستيشيال، خلاص يا سيدي مش هنزعلك، هنمشيك شويه بره وشويه جوه، بس كده. هو ده بالنسبه لي التو كومبارتمنت والسنجل كومبارتمنت والمالتي كومبارتمنت. تيجي بقى نشوف حاجه كده مهمه جدا ومصطلح مهم جدا اسمه تيشو ريزرفوار. يعني ايه تيشو ريزرفوار ده بقى؟ عباره عن ماده او دواء بيبقى قابلته جوه الجسم كده رايح داخل محدد هدفه. انا داخل عشان انا عندي وظيفه داخل اديها، زي مين؟ زي الكالسيوم. الكالسيوم انت بتاكل فيها اي اكل فيه كالسيوم، بتاخد اي ادويه فيها كالسيوم، عارفه طريقها راحه على البون والتيس، انا رايحه هناك يا هبني يا هكسر. طب مين اللي بيبني الكالسيوم اللي بناخده في الفيتامينز والكلام ده؟ بناخده عشان يروح يبني لنا عظمنا واسناننا. طب في ادويه بتكسر؟ اه، التتراسايكلين. التتراسايكلين ده مضاد حيوي، ممنوع اثناء الحمل والرضاعه والاطفال تحت 8 سنين. طب ليه بقى؟ لانه بيخش يكسر في السنان والعظم، فممنوع اديه لواحده بترضع يتنقل الجنين يبوظ السنان بتاعته وعظم بتاعه. طب الطفل تحت 8 سنين مش هينفع ليه؟ لان الطفل ده في مرحله النمو، سنانه وعظمه لسه بيتبنوا. اديله تتراسايكلين يكسروا سنانه وعظمه، فهو كده عرفنا ان هو مستهدف حاجه، هو مستهدفها داخل هيفجرها بقى ويكسرها، تمام؟ طيب الايودين مثلا، الناس اللي بتاكل حاجات فيها مثلا ايودين، زي في املاح فيها ايودين، الاسماك وهكذا، بتبقى داخله على طول على الثايرويد جلاند، هي اللي بتحتاج الايودين عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها. فكل دواء او كل مركب عنده افينيتي او سبيسيفيك افينيتي، يعني قابليه لتشه معينه، بيروح هو مركز انا داخل على دي، انا داخل على دي، تمام كده. طب وبعد كده بقى نخش على اهم تو بارير في الجسم، وهما مين؟ البلود برين بارير والبلاسينتا بارير. طب حلو، خلونا نبدا بقى بمين؟ بالبلود برين بارير. بيقول بقى هنا ان جدران الاوعيه الدمويه والخلايا اللي بينها
اللي موجوده جوه البلاد برين بارير فيها فتحات، بس فتحات صغيره جدا جدا اسمها ايه، انتروسيلر بورز. طب الانتروسيلر بورز دي المفروض هو دي اللي يعدي منها الدواء. طب تخيلوا كده معايا مواصفات دواء يعدي من فتحات صغيره جدا، المفروض يكون ايه؟ المفروض يكون صغير جدا، يعني له مولوكيولار ويت عشان يعرف يعدي. طيب ده بالنسبه لحجمه. طب بالنسبه كمبدا ان هو يعدي، المبدا عندنا واحد، عايز تعدي وتبقى ابزوربشن يبقى لازم تكون ايه، يلا الجولدن رول، ننزل بالجولدن رول، ليبت سوليبل ويكون ان ايونايزد، غير متاين. تمام كده، تمام. طيب بيقولك بقى لكل قاعده شواذ، هنا بينطبق المثل. عشان كده لو حصل انفلاميشن في البلاد برين بارير، يعني بقى في انفكشن او حصل له اي مرض زي المننجايتس، وده اشهر مرض بيحصل في البلاد برين بارير او في المخ، يعني اللي هو التهاب الاغشيه السحائيه. بيقول لما بيحصل التهاب اللي بيحصل يا جماعه، نظام الحمايه بتاع المخ كله بيبوظ وبتشيل كل الحواجز، واي حاجه كانت بتمنع الدواء ان هو يعدي بتتشال، وبالتالي اي دواء ممكن نديه للانسان في الوقت ده يقدر يعدي ويخش البلاد برين بارير. فعشان كده احنا بقى بيقولك ايه، رب ضرته النافع، بنستخدم الحته دي بقى ايه للخير بقى. فنعمل ايه بقى؟ بنعالج المننجايتس بالميكانيزم ده. يعني سبحان الله، المننجايتس جه دمر كل الحواجز، استخدمنا ان الطريق فاضي وبقينا ندي بنسلين وامينوجلايكوزايد، دي مضادات حيويه، فبالتالي بقت تخش تعالج حاله المننجايتس او التهاب الاغشيه السحائيه اللي موجود. لكن لو انتوا كده شوفوا حكمه ربنا، في الحاله الطبيعيه اصلا البلاد برين بارير ما كانش هيعدي البنسلين ولا الامينوجلايكوزايد ده. تمام بقى، اللي جايه دي بتتكون عن الكواترنري كومباوند اوف ان اتش 4. الكواترنري كومباوند اوف ان اتش 4 بتستخدم از اتوبيكال انتي سيبتيك، فبالتالي مش هتقدر تعدي البلاد برين بارير، على عكس السكندري والتيرشري كومباوند اوف ان اتش 4، دول بيقدروا يعدوا، فبالتالي نقدر نستخدمهم في علاج اي حاجه ليها علاقه بالبلاد برين بارير. تمام كده، نرجع بقى لحاجه عدناها اللي هي بتاعه التي بي. بيقول بقى عايزين نطبق نفس الكلام مع التي بي، اللي يعدي يبقى نستخدمه وما يعديش مش هنستخدمه. عندنا دوايين، الريفامبيسين والبريزامايد، دول بيقدروا يعدوا البارير، فبالتالي يقدروا يستخدمهم في علاج التي بي. على عكس مين؟ على عكس الستريبتومايسين. الستريبتومايسين مش بيعدي البارير، فبالتالي مش هنقدر نستخدمه في علاج التي بي. ونيجي بقى لتاني نوع بارير معانا، هو البلاسنتا. البلاسنتا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن غشاء بيتحكم في اي حاجه تدخل الجنين او تخرج منه. فعشان كده لازم الام الحامل ما تاخدش اي ادويه الا تحت اشراف طبي قاسي. تمام كده، نيجي بقى للنقطه الثانيه معانا. لما ناخد الدواء وخلصنا منه الفايده خلاص وما عناش عايزينه، جسمك بيعمل فيه ايه كشخص بالغ كبير كده؟ بيعمل فيه ايه؟ بيطرده ويخرجه ويعمله اكسكريشن. لكن تعالوا بقى نشوف البيبي الغلبان، جسمه لسه ما اكتملش، الاكزيكريتوري سيستم والانزيماتيك سيستم اللي موجوده جواه لسه ما اكتملتش، فما يقدرش يكسر ويطرد الدواء زي ما انت بتطرده. فبالتالي الام الحامل المفروض تراعي كده، تراعي ان هي ما تاخدش دوز عاليه من اي دواء مهما كان سيف ليها، المفروض تاخد ادويه امنه. طب خدت ادويه امنه ما تاخدهاش بجرعات عاليه، لان الجرعات العاليه جسمها هيقدر يتخلص منها، اما جسم الجنين مش هيقدر. فبالتالي الدواء لو جسم الجنين معرفش يتخلص منه بيفضل جرعة كبيرة جدا لمدة طويلة كمان، يعني مش جرعة كبيرة بس، بتقعد مدة طويلة، فده ممكن يؤدي الى حاجة اسمها مال فورميشن او تشوهات جنينية اللي هي تروتوجينيك. ايه اشهر ادوية ممكن تعمل تروتوجينيك في الجنين والامهات كتير بيلجأولها؟ هاي دواء اسمه سالودامايد. سالودامايد ده مهدئ، وطبعا شائع في الحامل ان هي بتتعرض لاكتئاب ما قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة وحاجات كده غريبة بسبب لخبطة هرمونات في وقت الحمل، فبتلجأ للمهدئات دي من دماغها كمان. فالمهدئ ده حقيقي من اخطر المهدئات اللي ممكن تعمل شهوات جنينية، خاصة لو كانت في اول 3 شهور او ما يقال عليه الفيرست تريمستر. ما وقفناش بس على السالودامايد اللي هو المهدئ، لا ده في ادويه كمان كتير زي الاورال انتي كواجولانت، المفروض الام بتاخده مضاد للتجلط. المضاد للتجلط ده بيروح يعمل ايه في البيبي بقى؟ بدل ما هو يعمل سيوله مناسبه في الام، ده في البيبي بيروح يعمل له سيوله على الاخر، بيخلي الدنيا سبهلله عنده، فبيعمل له حاجه اسمها فيتال هيموريدج ان نيوبورن. طيب لو خدت اورال هايبوجلايسيميا، يعني ادويه لتخفض المستوى الجلوكوز في الدم، تعمل في البيبي نيونيتال هايبوجلايسيميا. انتي ثايرويد دراجز، ادويه مثلا تظبط المستوى بتاع الثايرويد هرمون جوه الدم، تقوم راح عامله له ايه، نيونيتال جويتر او هايبوثايرويديزم، من الاخر بتبوظ مستوى الـ يعني الماده نفسها جوه البيبي. تمام، يعني في الاورال هايبوجلايسيميا راحت عملت الافكت اللي بتعمله على الام بس اضعاف مضاعفه جوه الجنين. تمام، وبيحذر من حاجه بقى، ولان دي يعني ناس كتير ممكن تغفوا عنها، اللي هي ايه بقى، ديورنج ليبر، يعني والام بتولد. لو كانت مثلا بتولد ولادة نورمال مثلا طبيعية، طبعا بيكون في ألم كبير جدا لدرجة ممكن يوصل ان هم يدوها مورفين. المورفين خطر جدا جدا. ليه بقى؟ الام اللي بتولد دي لو خدت مورفين، الجنين اللي هينزل هيبقى عنده نيونيتال اسفيكسيا،
يعني ايه اسفيكسيا؟ يعني زي اختناق كده. ديبريشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر، الريسبيراتوري سنتر بتاعه ممكن يقف والجنين كده ممكن يموت بسبب ان احنا عايزين نوقف الالم اللي عند الام. تمام كده. نيجي بقى لأهم حتة في الجزء بتاع الديستريبيوشن كله، وهي ارتباط الأدوية بالبلازما بروتين. الجزء من الدواء اللي بينزل ويرتبط بالبلازما بروتين بيبقى مندي مرتبط ببروتين اسمه الألبيومين، هو الشيف بتاع البلازما بروتين كلهم. تمام. لما بيمسك بقى الدواء في الألبيومين ده بيوقف حاله. يعني ايه بيوقف حاله؟ يعني ولا بيشتغل ولا بيتكسر ولا بينتشر في الجسم. الألبيومين ربطه ومقعده جنبه. طب لحد امتى؟ لحد امتى الألبيومين هتنيني مربوط وقاعد جنبك؟ يعني انا عايز اشتغل. يقولوا لحد ما الجرعة اللي في الجسم دلوقتي اللي هي الفري دوز تخلص. لما الفري بارت اوف ذا دراج يخلص ويؤدي الدور بتاعه ويحصل له اكسكريشن او ميتابوليزم، هبقى اطلعك تقوم بالدور اللي انت عايزه وتعمل اللي انت نفسك فيه كله. تمام كده. طيب الارتباط بقى بتاع البلازما بروتين مع الدواء، هل هو ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ يعني ايه الريفرسبل والريفرسبل ده؟ يعني رايح جاي ولا رايح بس؟ لا، بيقول لك بقى هو ريفرسبل بلغة الفرم وباللغة البلدي، يعني رايح جاي، ينفع افك شوية وارجع اربط. يعني ينفع ارتبط النهاردة بالبلازما بروتين وبكرة هتطلق منه واخرج انتشر في البلازما بتاع الدم وانتشر في الجسم كله، وشوية كده اكون زهقت اقوم جاي راجع تاني للبلازما بروتين اقوله الحقني قعدني عندك شوية. فاهمين كده؟ وبكده نقدر نطلع قاعدة جولدن رول كمان، وهي ايه؟ ممكن نقول ان الادوية اللي بتمسك في البلازما بروتين بقوة تتبت جامد كده في الألبيومين وتقعد معاه، مضمون ليها تقعد في الجسم مدة طويلة. طب ليه يا ترى؟ عشان كل ما يخلص جزء منها هنطلع كمية من المخزن اللي كان مرتبط بالألبيومين وتفضل شغالة شغالة على طول، يخلص ونطلع من المخزن لونج تايم، وبالتالي كده ضمننا ليها لونج افكت. تيجي نقول بقى نقولها ان انجلش، ذا مور باوند فورم، كل ما كان باوند يعني صيغة مرتبطة من الدواء ده او جزء مرتبط من الدواء ده بالألبيومين كل ما كان كتير، ذا مور ديوريشن اوف ذا دراج. يعني كل ما كان في دواء مرتبط بالالبيومين كل ما ضمننا ليه ان هو يشتغل مده طويله جوه الجسم. نرجع برضو ناكد ان الجزء من الدواء اللي ماسك في الالبيومين هيبقى زي المخزن، كل ما نحتاج جرعه من الدواء بنروح ونطلعها منه، وبكده بنطول الهاف لايف اوف ذا دراج. طب يعني نقف بقى ونقول يعني ايه الهاف لايف اوف ذا دراج؟ بيقول الهاف لايف دي المفروض هي هتقابلنا قدام، بس خلينا نقولها دلوقتي. بيقول ان هي ده الوقت اللي بياخده الدواء في الجسم لحد ما يوصل تركيزه 50%. تمام. طب برضو نيجي برضو لتعريف مهم، هو الفري فراكشن اللي قاعدين نتكلم عليه من اول الفيديو. قاعدين نقول الدواء جزئين، جزء بيمسك في الالبيومين وجزء بيفضل فري ماشي محدش ماسكه، اهو جزء الفري ده بقى بنسميه فري فراكشن. والتعريف مهم، بيقول هو عباره عن جزء اكتف طبيعي يكون مبتسم للحياه كده وماشي ينتشر في الجسم كله ويحصل له باي ترانسفورميشن من خليه لخليه عادي يتنقل. من الاخر بيتم عليه كل الفارماكوكينيتكس اللي احنا عارفينها كلها. ليه بقى؟ لانه محدش ماسكه، يعني طبيعي محدش ماسكه فيقعد ينتشر في كل الاجزاء اللي هو عايزها. في كيس مهمه جدا برضو اسمها بتاعت الهايبو البومينيميا، بيكون فيها الالبيومين ناقص. تمام. فبيكون ناقص في اي حاله؟ بيكون برضو ناقص في مرضى الكلى والست الحامل ومرضى الكبد. تمام. يعني ايه الالبيومين ناقص؟ يعني مفيش البيومين، فبالتالي مفيش مخزن، مفيش مخزن عين في الدواء لحد ما احتاجه، وبالتالي الفري فراكشن هيزيد وهيبقى كتير في الدم. يعني الجرعات بقت زياده في الدم وممكن تعمل توكسيستي، ما هو كل ما الدواء زاد عن حده هيتقلب ضده. يعني هو كان بيستخدموه عشان نعالج، لا ده دلوقتي بقت السميه بتاعته عاليه. طب نقول على مثال موجود عندنا في الكتاب، دايفينايل. الدايفينايل ده دواء مضاد للصرع والتشنجات. الدواء ده المفروض بيتاخد بجرعات معينه، لو اتاخد في واحده حامل، اتاخد لمريض كلى او مريض كبد ما عندوش البيومين يمسكه، فالدواء ده لو فضل في الدم بكميات كبيره من غير ما نخزن منه جزء عينه والوقت عوزه هيعمل تسمم. فكده الفري فراكشن لو زاد عن حده هيتقلب ضده. تمام كده. في ادويه كتير بتحب تروح تتحامى في الالبيوم، هناخد مثالين بيتخانقوا دلوقتي على مين يتحامى في الالبيوم. اول مثال معانا هو الوارفرين والسلفونامايد. الوارفرين ده دواء انتي كواجولانت، يعني مضاد للتجلط وبيروح يزود سيوله الدم. السلفونامايد ده مضاد حيوي. بيقول بقى ان الوارفرين بيحب الالبيومين جدا وبيتنيه ماسك فيه بكميات كبيره وبيسيب جزء بسيط جدا جدا هو الفري فري وبيعمل الدور بتاع الوارفرين اللي هو انتي كواجولانت. لما بناخد بقى السلفونامايد ده، السلفونامايد ده مفتري، هو اسمه مضاد حيوي مفتري وقوي. بيروح يعمل ايه بقى؟ يروح السلفونامايد يقوم منزل الوارفرين من مكانه اللي لازق على الالبيومين، يقول له انزل يا ابني انا اللي هركب مكانك. يقول له مش هينفع، انا لو نزلت في الدم هعمل مصيبه. يقول له ماليش دعوه. الوارفرين بقى لما يفك كله من الالبيومين وينزل، هينزل بكميات كبيره وهيزيد الكونسنتريشن بتاعه بكميات كبيره، هيبقى في الدم كتير. طب تخيلوا كده، اللي يزيد عن حده هينقلب ضده. طب هو كان بيعمل ايه اصلا؟ ايه الحد بتاعه؟ ان هو بيعمل سيوله في الدم. تخيلوا سيوله في الدم اوفر بقى، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بليدنج نزيف. تمام.
خلصناش برضو من الخناقات، جيت لنا خناقة تانية برضو بين دوايين. هما مين؟ نان استرويدر انتي انفلاماتوري دراج، ودي مجموعة من الادوية اسمها كده. بتعمل ايه بقى؟ بتقلل وجود الالتهاب، لو في التهاب في الجسم في اي حتة هي بتقلله. زي مين؟ زي السلسلات، اللي هو مين؟ اللي هو الاسبرين. يعني بيقول بتتخانق مع مين يا ترى؟ بتتخانق مع الاورال انتي كواجلانت. هو احنا ما خلصناش يا جماعه؟ كل شويه بنتخانق مع الانتي كواجلانت، ما حدش يجي جنبهم. ده احنا لما بنزودهم ونتخانق معاهم بينزلوا في الدم ويعملوا لي بليدنج. هو ده اللي حصل هنا. السلسلات راحت مسكت في الانتي كواجلانت، قالت لها والله ما انت قاعده. قالت لها ليه؟ قالت لها هو كده انا هقعد مكانك. وقامت مطرده الانتي كواجلانت في الدم، فالفري فراكشن بتاعها زاد في الدم فحصل بليدنج. تمام كده؟ دلوقتي بقى بيجي خناقه واخر خناقه معانا، وهي بين السلفونامايل وبين البلوروبين. البلوروبين ده بيننا علينا ومسك في البلازما وتمام التمام. طقت بقى السلفونامايل، قامت ام كده زي الفل، قامت راح باخدلها قرصين سلفونامايد وهي حامل في اخر شهرين، او ادينا طفل بقى ما اعرفش ازاي حد يدي نيو بورن اصلا سلفونامايل. طقت في دماغ دكتور وقام عامل كده. ايه اللي هيحصل بقى؟ قام السلفونامايد قام رايح، انا هفك البلوروبين من البلازما. يا عم يهديك يرضيك، لا هو هطقط في دماغنا هفكه. تخيلوا اللي هيحصل بقى. اول حاجه البلوروبين هيزيد تركيزه جدا في الدم، ويحصل حاجه اسمها هايبر بلورونيبي. تمام؟ طيب البلوروبين لما يزيد بيظهر على الطفل كده لو هو لسه اصلا في ستيديو الصغيره، بيقول ايه ده عنده الصفرة، حطوه تحت لامبانيوم وهكذا. لكن بقى لو زاد عن حده قوي قوي في الاطفال بالذات، وكمان لو الطفل عنده الليفر بتاعه مش مكتمل، مش احنا قايلين ان الطفل بيكون عنده الاكسكريشن سيستم والانزيماتيك سيستم كلهم مش مكتملين، فالطفل مش هيقدر يقاوم ويمتص البلوروبين ده يخزنه في الكبد او الكلام ده. عنده ديفكت في الكونجوجيشن، الارتباط ان هو يمسك البلوروبين يخليه مرتبط ويعينه جوه الكبد، عنده ديفكت فيه لانه طفل حقه. فايه اللي بيحصل بقى؟ البلوروبين هيعدي البلود برين بارير. يا نهار اسود، يعدي البلود برين بارير في طفل هيحصل له ايه؟ هيحصل له حاجه اسمها كرنكتروس. الكرنكتروس ده حاله كده زي ما تقولوا ايه، هتؤدي لتخلف عقلي، ضمور في المخ، يعني تشكيله كده محترمه زي الفل كده لاحلى طفل. فكده نقدر نقول ان ممنوع منعا باتا ام في اخر شهرين من الحمل تاخد سلفونامايد اللي هو مضاد حيوي، ممنوع نديه لاي انفانت او نيو بورن. تمام كده؟ وبكده نكون خلصنا حرف الدي اللي هو من كلمة أدمي، خلصنا أبزوربشن ديستريبيوشن. انتظرونا بقى في حرف جديد الفيديو الجاي.